قرب مدينة اللد وعلى الشارع العام رصد أحد الجنود الإسرائيليين، والذي استكمل الشروط التي وضعتها الوحدة الخاصة، فقد كان جندياً بكامل عدته. كان الرقيب أول في الجيش الإسرائيلي نسيم توليدانو. كان الهدف أن نذهب ونحضر أحد الجنود أو أحد الضباط الإسرائيليين، وأن يكون ضمن المعايير التي وضعت في زيه العسكري وبسلاحه ورجل. اقترحت أنا على الأخ محمود أنه نغير الخطة بإني أدهسه يعني بالسيارة، وهو مش راح يعني دهسة خفيفة مش راح تأثر فيه، مجرد أنه يعني تخل توازنه وتوقعه وممكن الشباب ينقضوا ويسحبوه. فمحمود من صفاته القيادية الجيدة أنه مش متردد، يعني يحسم أمره في لحظة السفر زي ما بقوله. فهو قال لي توكل على الله. قام محمود عطون الذي يقود السيارة بدهس الجندي الإسرائيلي بشكل مباشر لتسهل السيطرة عليه. فعلا وفي لحظات بات الجندي في قبضة المقاومة،